معانا على الهاتف دكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، تحياتي لحضرتك وسلام. اهلا بحضرتك. ايه قولي بقى اقتصاديا دلاله الارقام دي ايه كلها اللي اعلنتها الدكتوره هاله السعيد النهارده ووزاره التخطيط؟ هو الحقيقه في اطار متابعه وزاره التخطيط لاداء مؤشرات الاقتصاد مع تطبيق برنامج الصحه الاقتصادي، الحقيقه في عدد من المؤشرات بتتحرك في الاتجاه الايجابي. لدينا انخفاض جيد في معدل التضخم، واتصور انه هذا الانخفاض بطاقة له المزيد خلال الاشهر القادمه. نعم. لدينا ايضا الحقيقه انخفاض في معدل البطاله اللي وصل ل 11.3%، صحيح الرقم حتى الان غير مرضي لكن نحن نسير في الاتجاه الصحيح. لدينا زياده شهريه شهر تلو الاخر في صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي، اتصور انه هذا الشهر سوف نتخطى رقم ال 41 مليار دولار بفعل طرح او نجاح طرح السندات في الاسواق الدوليه. لدينا معدل النمو الاقتصادي الحقيقه وصلنا ل 5.3%، والاهم من الارتفاع هو انه هذا الرقم من معدل النمو الاقتصادي اتى تقريبا من معظم قطاعات النشاط الاقتصادي، بما يعني انه قطاعات النشاط الاقتصادي كلها تقريبا بتتحرك في الاتجاه الايجابي. فالحقيقه مؤشرات الاقتصاد مع تطبيق برنامج الصحه الاقتصاديه الحقيقه كلها بتسير في الاتجاه الصحيح. صحيح انه لم يظهر بعد او ما زال المواطن حاسس انه لم تصل اليه هذه المؤشرات، لكن هو مفترض انه تباعا مع تطور المؤشرات سوف يشعر المواطن بتحسن في امتى يا دكتور هشام؟ يعني في خلال قد ايه المواطن بيتساءل؟ لا خلينا نقول تباعا، لانه الحقيقه معنى انه معدل البطاله بينخفض انه في فرص للعمل بطرح، مش بالضروره بتلبي كل الطلبات الراغبه، لكن هو تباعا كل ما معدل البطاله هينخفض معنى كده انه مزيد من فرص العمل بيتم اظهارها داخل الاقتصاد، معنى انه معدل التضخم بينخفض ده معناه انه خلال الفتره القادمه سوف نشهد انخفاض في الاسعار. لدينا امر هام هو انخفاض معدل الفائده، الحقيقه الخطوه اللي اتخذتها لجنه السياسه الناديه في البنك المركزي منذ ايام معدوده، وده معناه انه هينشط من حركه الاستثمار، معناه انه هيقلل من تكلفه الانتاج، وبالتالي المزيد من الانخفاض في الاسعار خلال الفترات القادمه. فالحقيقه هي المسائل بتاخد وقت، عاده برامج الصحه الاقتصادي بتاخد وقتها كي تظهر النتائج الايجابيه على مستوى المواطنين، لكن خلينا بعيد عن ان احنا نحدد فتره زمنيه، لانه مؤكد انه نتائج الصحه الاقتصادي لن تظهر على جميع افراد المجتمع في نفس التوقيت، لكن بتظهر تباعا اللي ما يتعلق بخلق فرص عمل، ما يتعلق بارتفاع مستوى الدخل، او ما يتعلق بانخفاض الاسعار. ده الحقيقه الكل سوف يشهده تباعا خلال الفترات القادمه. دكتور هشام احب اسال حضرتك، هل ده او الارقام دي هتؤثر على سعر الدولار الامريكي بعد كده؟ الحقيقه انا مش مشغول قوي بهذا الامر. صحيح المواطنين كلهم بيرغبوا في مزيد من الانخفاض في سعر الدولار، والحقيقه الكل بيتعامل مع هذا الامر على انه هو ده سبب كل مشاكلنا الاقتصاديه. خلينا نشير الى انه مهم قوي للوضع الاقتصادي. صحيح انا كمواطن بتمنى انه سعر الدولار ينزل، لكن اقتصادي بتمنى انه ما ينزلش الا لما يبقى مرتبط بالوضع الاقتصادي. خلينا نشير الى انه كلما كان الدولار مرتفع امام الجنيه ده بيعطي دفعه للاستثمار، بيعطي دفعه للانتاج، بيعطي دفعه للتصدير وما الى ذلك، وبيحد من الاستيراد. خلينا نقول انه الحين لما تتسع القاعده الانتاجيه من خلال تدفق مزيد من الاستثمار، الحين لما يكون لدينا توجه للتصدير، الحين لما يتم ضبط عجز الميزان التجاري في تلك الفتره سوف ينخفض الدولار، ولن يكون هناك خوف من اي ربه تحدث لسعر فاس الدولار مره اخرى. نعم حضرتك عارف، لان كل ارتفع على حس انه لا ده غلط، طبعا احنا بنحاول نطمن يعني. لا انه الاسعار ما ارتفعتش فقط بفعل الدولار، هي ارتفعت بفعل تعريفه جمركيه مرتين، ارتفعت بفعل ارتفاع اسعار المشتقات البتروليه البنزين والكهرباء، ارتفعت بفعل القيمه المضافه، ارتفعت بفعل اكيد الدولار، لكن هو كان من العناصر، لكن مفترض انه خلال لما يكون معهود لنا في الوقت القادم في التعريفه الجمركيه، وبالتالي متوقع انه الفتره اللي جايه هيكون في هدوء كبير في الاسعار ان شاء الله. بس عايز قبل ما اقفل، يعني ايه ان الاحتياطي النقدي هيكفي الطول القادمه؟
هو الحقيقه صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي اللي هو في ما بين ما بتاخد ليه اقتصاد من النقد الاجنبي والتدفقات الخارجه، معنى انه هذا بيتزايد، معنى كده انه بيلبي احتياجات مصر في الاستيراد بوجه عام، لانه احنا بنقيس هذا الرقم اللي هو ال 41 بنقيسه على حجم استيرادنا ونقيسه بشهر. بالتالي لما نقفز للثمان اشهر المقارنه مع الدول مثيله الحقيقه المسائل بالنسبه لها بقت ايام وليس اشهر، الحقيقه في وضع اكثر امانا، واتصور انه هذا رقم متاح له مزيد من الزياده خلال الفتره القادمه. هذه الزياده لم تاتي على حساب التوفر لنقل مش الجهاز المصرفي، لم تاتي على حساب التحفيز بسداد التزاماتهم الخارجيه. بشكر حضرتك الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة.